حبينا نمر إلى تسيير أكثر نوعي يرتكز على ثقافة المادة وليست النفايات. إذا ما بقاش نشوف النفاية كنفاية ولكن النفاية كمادة. ولكن بالورد كل هذا لازم يكون فيه وضع بما يسمى سلسلة التسيير المدمج للنفايات. ما معنى التسيير المدمج للنفايات؟ بكل بساطة هي سلسلة مكونة من عدة حلقات، بدايتها عند إنتاج النفايات ونهايتها عند التخلص النهائي من النفايات. بينها الأولى والأخيرة في عدة حلقات: النقل والجمع، الفرز، رسكلة، تثمين مادي، تثمين تقاوي، باش نكلموا على التخلص نهائي النفايات. إذا قدرنا نوصلوا لهذا المفهوم الجديد من النفايات، ما حيبقى لنا إلا 3% من إجمالي النفايات المنتجة التي سوف تذهب إلى التخلص النهائي. تكلمت لك على البلدية في إطار تسيير النفايات لازم توضع بما يسمى مخططات تسيير النفايات المنزلية. ما معنى هذه المخططات؟ المخططات هي وسائل تخطيط والتسيير. ما يوجد في هذه المخططات؟ بماذا تحتوي هذه المخططات؟ هي عبارة على تشخيص بما يجري في حقيقة الأمر في مجال تسيير النفايات على المستوى المحيط على البلدية. وهذا المخطط هيسمح، هذه النظرة التشخيص هيسمح باش البلدية توضع برنامج على مدة 10 سنوات كيف سيتم تسيير النفايات في المحيط نتاعها. بدون هذا ما يمكنش نتكلموا على نتخلصوا من ظاهرة تراكم النفايات في الشارع العمومي، ما يمكنش نتكلموا على الفرز الانتقائي، ما يمكنش نتكلموا على خلق ثروة من في جانب تسيير النفايات. لذلك من الضروري، وهذا ما نعمل عليه مع ما كلفنا به من طرف وزارة البيئة ونعمل عليه مع وزارة الداخلية كذلك، لأن الحمد لله هناك إطار قانوني يسمح الوكالة الوطنية للنفايات باش ترافق الجماعات المحلية باش توضع كل هذه المخططات وكذلك تنخرط في تسيير عصري. استرجاع النفايات يدور حول 9.7% من إجمالي النفايات المنتجة. ننتج في بالنسبة للنفايات المنزلية حوالي 13 مليون طن سنويا. الوكالة في إطار مهامها تسير كذلك بنك معلوماتي حول النفايات، لأن ما يمكنش باش يكون تسيير ولا تخطيط بدون معلومات دقيقة ومحينة. رانا نقوم بتحيين كل هذه المعلومات، لذلك إطارة الوكالة هم يمروا على كل ولاية الوطن باش يجيبوا المعلومات الدقيقة، باش يكون عندنا نظرة حقيقية على مستوى تسيير النفايات. المشاريع الجزائري صنف النفايات إلى 3 أصناف: النفايات الخاصة أو الخاصة الخطيرة، النفايات المنزلية أو المشبهة لها، والنفايات الهامدة. كل هذه النفايات لازم تكون مفرزة عند المصدر، لأن أولا تسيير النفايات الخطيرة ما تكونش بنفس الطريقة كما النفايات المنزلية والمشبهة لها، لأنها أولا خطيرة، تكلفة المعالجة أكثر، لذلك ممنوع منعا باتا خلط ما بين هذه النفايات. كان المسؤولية المباشرة تاع المنتجي هذه النفايات الخاطرة بالنسبة لتسييرها ومعالجتها، لذلك القانون واضح في هذا الأمر. إذا كنت مؤسسة وعندي إنتاج تاع هكذا نوع تاع النفايات، القانون يلزمني أن أتابع مسار نفاياتي حتى التخلص منها النهائي، وتبقى المسؤولية تاعي على هذه النفايات، على كل مسار هذه النفايات. ولكن النفايات الخاصة ولا الخاصة الخطيرة منتجة عند النفايات عند الصناعية مثلا تختلف في الحجم وفي الكمية عن النفايات الخطيرة الموجودة في النفايات المنزلية. لأننا قليل ما نتكلم عن النفايات الخطيرة الموجودة في النفايات المنزلية. نعطيك مثال: البطاريات. البطاريات هي نفايات خطيرة كذلك، وجب في المخططات المحلية وضع بلورة طريقة تسيير خاصة بهذه النفايات، لأنها في حقيقة الأمر قانونا وعرفا لا يمكن تقبل هذا النوع النفايات في النفايات المنزلية. لماذا؟ إذا عندنا النظرة تاع فرز وتثمين النفايات، البطاريات هي محتواها سام، إذا بقت في النفايات المنزلية راح تبقى في النفايات العضوية، والنفايات العضوية إذا قمنا بتسميدها
سوف تصبح السماد ولا انفرتيليزون للنشاطات الزراعية. إذا خلينا البطاريات في النفايات سوف ننتج السماد كما نقوله توكسيك هكذا توكسيك السام. لذلك وجب في المخطط البلدية كذلك وضع ميكانيزمات للتخلص من هذه النفايات خارج النفايات المنزلية.